مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لم يترك السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه مفردة من المفردات الإسلامية أو الإنسانية العامة أو ما تشترك فيه الأديان والشعوب إلا وكان له رأي وموقف إيجابي أو سلبي فيها، إذا كان لابد من السلبية. وفيما أذكره أن بابا الفاتيكان الأسبق يوحنا بولس الثاني عندما زار بيروت في أيار عام 1997 أصدر ما يسمى بنداء السينودوس، وقد أكد البابا حينها على ما يسمى حضارة الحب. وفي الأسبوع ذاته وفي لقاء الثلاثاء، حيث كانت الأمسية القرآنية الأسبوعية التي يليها طرح أسئلة الحضور على السيد وإجاباته عنها، سألته حينها بأن البابا طرح على اللبنانيين أن يعيشوا ثقافة الحب، فأين نحن من هذه الدعوة؟ كان للسيد رضوان الله تعالى عليه رأي في هذه المسألة عندما قال: أنا أدعو أن نحب حتى الذي يتحدانا بالشر، لإفهامه أن الكراهية لا تكلف كثيرا، إن لم يكن في الحاضر فسوف تكلفه في المستقبل. لقد تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحب الناس جميعا، أحب الإنسان المؤمن وأتعاون معه، وأحب الإنسان غير المؤمن لأنفتح معه على كثير من القضايا. الأساس، هكذا يقول السيد، أن نحب الله، لأن كل محبوب يتساقط ويموت ويفقد الإحساس بحبه، فنتعلم من علي عليه السلام كيفية حب الله. عندما يحبنا الله فإن قلوبنا وأرواحنا تنتعش بهذا الحب، ونشعر بالسكينة والطمأنينة والأمن والفرح الروحي. إن على الإنسان أن يعيش الحب للإنسان الآخر في المسألة الإنسانية. وقد ورد في الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وقد سأله بعض الناس عن الحب فقال: وهل الدين إلا الحب؟ عندما تحب الله تحب الناس، وعندما ترى الله ترى الجمال يمتزج بمعنى الإبداع في إيمانك بالله. نحن، هكذا يكمل السيد، مع طرح حضارة الحب، ولكن ليس حب الجنس، لأن هذا الحب ليس حبا، بل هو شهوة ونزوة، ولكن حضارة الحب هي حب الإنسان للإنسان. هكذا دخل السيد رضوان الله عليه بأفكاره ورؤاه الإسلامية الناضجة والواعية إلى عقول المسلمين، بل وإلى عقول المسيحيين، إن كان في الشرق أو في الغرب. ونتيجة اطلاع أي الغرب على أفكار السيد، علق الصحفي الأمريكي فرانكلين لامب في تموز عام 2010 بعد وفاة السيد، علق على أفكاره النيرة مستعرضا بعضا من حواره مع مجلس المصلحة القومية في واشنطن قبل نحو أسبوعين من وفاته، حيث قال السيد في هذا اللقاء: لقد وقفت طوال حياتي مع الإنسان في إنسانيته، وساندت المظلوم، وأعتقد أن من حق الإنسان أن يعيش حريته، ومن حقه أيضا أن يواجه الظلم ويثور عليه، مستخدما كل الوسائل العملية والواقعية المتوافرة للقضاء على الظلم،
سواء كان هذا المظلوم فرداً أو جماعة أو أمة، وسواء كان رجلاً أو امرأة. وتحت عنوان ذكاء الملائكة وخلقهم كتب فرانكلين لامب: كان للسيد محمد حسين فضل الله صيت واسع كفقيه متبحر في العلوم الدينية وأحد كبار رجال الدين الأتقياء، وذلك عبر تعاليمه وكتبه وأطروحاته التي ربت عن 40 مؤلفاً، وهي أكثر من 100 مؤلف. ولقد أسس حوزات دينية ومبرات ومستوصفات ومكتبات في إطار جمعية المبرات الخيرية، وهي مفتوحة لجميع اللبنانيين والأجانب على اختلاف مللهم، وهي تشكل جزءاً من تراثه الحي. ويتابع الصحفي الأمريكي فرانكلين لامب: كان السيد محمد حسين فضل الله رجلاً نادراً يملك ذكاء الملائكة وخلقهم وقدرتهم على التعلم. لقد كان رجلاً رائعاً في حنوه وتواضعه وتواصله، وكان عندما يدافع عن حقوق المسلمين والمسيحيين واليهود وكل ذوي الديانات أو الطيبين الذين لا دين لهم، تملأ سحنته أحياناً مسحة من الحزن وتشتد ملامح عينيه الباسمة. فهو رجل كان يؤمن بعمق بالحق وبالمسؤولية في محاربة الظلم والاحتلال. كان رجلاً لكل الفصول، ولم يكن ضميره وتقواه يسمحان له بالبقاء حيادياً ما دام المحرومون مضطهدين ولا صوت لهم، وما دام بلده المحبوب لبنان وفلسطين محتلين. ويبقى السيد في العقل والقلب والوجدان.